هلا وسهلا ومساء الخير. في ميزة بالايفون انه ممكن انك تحول الاعدادات او التطبيقات الى اللون الداكن، بحيث انه يكون مريح بالنسبة لك في التصفح، خاصة بالاماكن المظلمة او بالليل. وهذه الميزة ما راح تأثر لا على ألوان الصور ولا على الفيديوهات. علشان تفعل الميزة هذه تدخل على الإعدادات وبعدين على عام، وتروح على إمكانية الوصول، بعدين على تسهيلات الشاشة، وبعدين تختار خيار ألوان معكوسة وتفعل خيار عكس ذكي بالشكل هذا. والآن لو نلاحظ أنه الجهاز كله صار عندي بالأبيض والأسود، سواء بالإعدادات أو بالتطبيقات اللي موجودة على جهازك. بنشوف بعض التطبيقات وكيف عملها مع هذه التطبيقات. يعني لو شفنا مثلا هذا تطبيق الواتساب راح يكون بالشكل هذا، والمحادثات راح تكون بالشكل هذا، لكن ما راح يأثر على ألوان الصور، فقط اللي هو إعدادات التطبيق وشكله. لكن هذه الميزة متوافقة مع بعض التطبيقات وبعض التطبيقات لا. أنا أتوقع أنه في تطبيق سناب شات ما راح تجوز لك هذه الميزة، لكن بشكل عام راح يحول لك الجهاز إلى وضع الداكن. أتمنى أني أفدتكم في هالمعلومة، وتحياتي للجميع.